متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية. بحمد الله وبفضل الله الأمطار يعني حاضرة كانت خلال الـ 24 ساعة الماضية فوق مرتفعات جنوب غرب المملكة، كما أنها امتدت إلى مدينة جدة صباح هذا اليوم في حدث طبعا غير معتاد في بدايات فصل الصيف، وشملت بعض المناطق الساحلية الأخرى. أيضا كان لدينا زخات غزيرة من الأمطار في بعض من هذه الأنحاء وامتدت إلى بعض المناطق الداخلية. آخر صور الأقمار الاصطناعية ما زالت تشير إلى وجود يعني تشكيلات كبيرة من السحب الركامية الرعدية الممطرة فوق أغلب المناطق الغربية والمرتفعات الغربية من المملكة، بعض منها من الخلايا القوية المسببة لحدوث أمطار غزيرة وعواصف رعدية شديدة، كما أن هناك بعض الخلايا ممتدة إلى مناطق داخلية مثل منطقة حائل. على الجانب الآخر ما زالت رياح البوارح تهب في المناطق الشرقية من المملكة مسببة أجواء بوجه عام مغبرة وأتربة مثارة، كما تلاحظون هذه الرياح تهب من الأراضي العراقية مرورا بالكويت وأقصى المناطق الشرقية من المملكة بما فيها منطقة الدمام والمناطق الجنوبية الشرقية من المملكة بما فيها منطقة الإحساء. خلال ساعات نهار اليوم ما زالت واستمرت هبوب الرياح، غدا إن شاء الله يوم الأحد يتوقع استمرار هبوب هذه الرياح لكن تكون قوية السرعة في مناطق الإحساء جنوب شرق المملكة بالإضافة إلى أقصى المناطق الشمالية الشرقية من المملكة بمشيئة الله تعالى. توقعات الهطولات المطرية، إذن اليوم هطلت الأمطار كما ذكرنا فوق المناطق الغربية من المملكة وصولا إلى مناطق حائل والمدينة المنورة وبعض هذه المناطق الداخلية. تتراجع طبعا هذه الفرص الأمطار بشكل عام في ساعات الليل. غدا الأحد يتوقع بمشيئة الله تعالى استمرار نشاط نمو السحب الركامية الرعدية على أغلب المناطق الغربية من المملكة طبعا فوق المرتفعات، بدأ من مرتفعات المدينة المنورة مرورا بمرتفعات الطائف وربما مرتفعات مكة بالإضافة لمرتفعات الباحة وأبها وحتى مرتفعات جنوب غرب المملكة بشكل عام، وقد يمتد بعض من هذه السحب نحو المناطق الداخلية، لكن غدا الأحد الفرصة امتداد هذه السحب نحو المناطق الداخلية أقل مما كانت عليه اليوم ويوم أمس بوجه عام. عودة للأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة في العاصمة الرياض، أجواء بوجه عام تكون غالبا صافية، درجة حرارة 29 درجة مئوية والأجواء دافئة بوجه عام. بالنسبة للأحوال الجوية المتوقعة في مناطق ومدن المملكة غدا، نبدأها من المناطق الشمالية في سكاكا من 42 إلى 28، في عار من 41 إلى 28، في تبوك من 39 إلى 25 درجة مئوية. المناطق الغربية من المملكة في مكة المكرمة غدا 42 الصغرى 31 مع فرصة لأمطار رعدية، المدينة من 41 إلى 31، الطائف من 32 إلى 24، وتبقى الفرصة بشكل ضعيف مهيئ لبعض الزخات المحلية من الأمطار في مدينة جدة من 38 إلى 28 درجة مئوية. المناطق الجنوبية الغربية في أبها من 29 إلى 20، في الباحة من 29 إلى 24، وفي جازان من 35 إلى 30، وتبقى فرص الأمطار حاضرة أيضا في المناطق الجنوبية الغربية من المملكة. يستمر نشاط الرياح في كل من الدمام والإحساء مع أتربة مثارة، درجة حرارة في الدمام من 43 إلى 32، وفي الإحساء من 45 إلى 31، وتكون في حفر الباطن من 42 إلى 32 درجة مئوية. المناطق الوسطى من المملكة في العاصمة الرياض من 42 إلى 29 مع أجواء حارة بوجه عام، في القصيم من 41 إلى 27، وتكون في حائل من 38 إلى 28 مع فرصة لأمطار محلية، لكن كما ذكرنا غدا الأحد فرص الأمطار الرعدية المحلية في المناطق الداخلية أقل مما كانت عليه نهار اليوم السبت. ختاما توقعات الأحوال الجوية خلال ثلاثة أيام القادمة، الأحد 42 إلى 29، تبقى في أواسط الأربعينيات من يوم الاثنين والثلاثاء تقريبا 43 درجة مئوية في العاصمة الرياض والأجواء حارة إلى شديدة الحرارة بوجه عام. إذن هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة، دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.